بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم عن أول حاجة عندنا في الجزء بتاع فيزياء واحد، اللي هو الدرس اللي بيمثل معاك دلوقتي، اللي هو اليونتس والدايمنشن، الوحدات والأبعاد. طيب، أول حاجة عندنا نعرف أنواع اليونتس اللي هي الوحدات. يبقى عندك هنا اليونتس ديت اللي هي الوحدات، عايزين نعرف أنواعها. طيب، أنا عندي نوعين، في نوع أساسي وحدات أساسية، وفي وحدات إيه مشتقة. فأنت عندك وحدات بيزك اللي هي الوحدات الأساسية، وهنا عندك وحدات مشتقة. طيب، يبقى دي وحدات أساسية ودي وحدات إيه مشتقة. الوحدات الأساسية دي عددهم 7 وحدات، تمام؟ يعني لو جه في سؤال مثلا قال لك the number of the basic units is 7 units، يعني عدد الوحدات الأساسية 7، يبقى إيه؟ ده كلام مظبوط. لو قال لك إن عدد الوحدات المشتقة 7، ده كلام غلط. طيب، عدد الوحدات المشتقة قد إيه؟ مالهمش عدد. أي حاجة غير الـ7 دول وحدة مشتقة، تمام؟ طيب، إيه هي بقى الوحدات الـ7 دول؟ الوحدات الـ7 دول عندك كذا وحدة، هنشوفهم دلوقتي. أول حاجة فيهم اللي هو اللينث، الطول، تمام؟ يبقى أول واحدة عندك اللي هو الطول، اللينث ده الطول، تمام؟ تاني واحدة عندك اللي هي الماس، الكتلة، تالت واحدة عندك اللي هو التايم، الزمن. وهيكون شغلنا دايما على التلاتة دول. طيب، عندك ايه الوحدات التانية؟ عندك الكتريك كارنت اللي هو التيار الكهربي، ده التيار الكهربي. طبعا التيار الكهربي بيتقاس بالايه؟ بالامبير. في بعد كده عندك التمبريتشر، درجة الحرارة، دي بتتقاس بالايه؟ بالسيليزيوس او بالكلفن او بالفرنهايت. في عندك حاجة اسمها شدة الإضاءة، ماشي؟ شدة الإضاءة دي بتتقاس بالكانديلا، كانديلا معناها شمعة، دي اسمها شدة الإضاءة. في سؤال مثلا يجي يقول لك ايه ذا سبيد اوف لايت، اللي هو سرعة الضوء، از ميشر باي كانديلا، بتقاس بالشمعة. طبعا ده كلام غلط، هي شدة الإضاءة هي اللي بتقاس بالشمعة، تمام؟ في عندك كمية المادة، amount of substance، دي اسمها شدة، دي اسمها كمية المادة، دي بتتقاس بالإيه؟ بالمول، تمام؟ يبقى أنا عندي 7 حاجات أهم. 7 حاجات دول اللي هما مين؟ الطول، اللينس، والكتلة، الماس، والزمن، تمام؟ والالكتريك كارنت، التيار، والتمبريتشر، وشدة الإضاءة، وكمية المادة. هما دول الـ7 إيه؟ حاجات الأساسية، دي اللي اسمهم إيه؟ بيزك يونت. أي حاجة غير الـ7 دول هتبقى يعتبر بالنسبة لك كمية مشتقة. طيب، طبعا هيبقى شغلك دايما على الطول والكتلة والزمن، اللينس والماس والطيار. طيب، الأنظمة اللي عندك دي، عندك 3 أنظمة، أنظمة الوحدات. في نظام اللي هو الانترناشونال، النظام الدولي، الانتر ناشونال، ده النظام الدولي. في نظام تاني اسمه نظام جاوس، وفي نظام تاني اللي هو النظام الانجليزي، انجلش او بريتش، ده اللي هو النظام الانجليزي. طيب، احنا بنتكلم على طول اللي هو اللينس، وبنتكلم على ماس اللي هي الكتلة، وبنتكلم على تايم اللي هو الزمن. طيب، عايزين نشوف كده في كل واحدة من دول بتقاس بإيه.
عندك اول حاجة الطول بتقاس في النظام الدولي بالمتر، والماس بالكيلوغرام، والزمن بالثانية. في نظام جاوس المتر ده هيبقى سنتيمتر، الكيلوغرام بالجرام، والثانية ثابتة معاك. في النظام الإنجليزي عندك ده بتقاس بالفيت اللي هو القدم، والماس بتتقاس بالباوند، وبرضه الزمن بالثانية. تمام، دي العلاقات ما بينهم وبين بعض. طيب ايه بقى الدايمنشن، الابعاد؟ الدايمنشن اللي احنا بنتكلم عليه من شويه ده الابعاد، اليونتس، الوحدات. طب ايه هي الدايمنشن، الابعاد؟ هقول ثلاث حاجات، لينس وماس وطيب. بتاخد اول حرف كابيتال من كل كلمه من دول، يعني اللينس ال، الماس ام، الطيم تي. هو ده الدايمنشن بتاع كل واحده من دول، ال والام والتي. طيب تعالى بقى كده نجرب نجيب الدايمنشن واليونتس لكل قانون من الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي. وليكن مثلا عندك اول حاجه عندك الفيلوستي. الفيلوستي دي اللي هي مين؟ اللي هي السرعه. طيب السرعه بتساوي ايه؟ بتساوي طول على زمن، لينس على طيب، لينس على طيب. تعالى كده نجيب الدايمنشن بتاعتنا. طبعا انت اي قانون من دول لازم تحوله في الاخر خالص ان هو بيحتوي على طول وكتلة وزمن، اللي هو الحاجات الاساسية بتاعتك ان انت تشتغل بيها، اللينس والماس والطيب. طيب الفلوستي قلنا بتساوي مين؟ لينس على طيب، يعني طول على زمن. يعني لو انت عايز تجيب الدايمنشن دلوقتي هتقول ال على تي، ما هو اللينس كان ال والتايم بايه؟ بتي. احنا بنكتبها بقى كدايمنشن ازاي؟ بنكتبها كده، ال في البسط زي ما هي، اي حاجه في المقام طلعها فوق بعكس اشاره الاس، ما هنا اس واحد يبقى يطلع فوق كام؟ اس سالب واحد. اللي انت جبته ده دلوقتي اسمه الدايمنشن. طيب انت عايز تجيب اليونتس، انت عندك ثلاث حاجات، الانترناشنال ونظام جاوس والنظام الانجليزي. مش احنا قلنا الطول في النظام الانترناشنال من شويه اهو، يعني سيادتك لازم تكون مثبت كده دلوقتي ودول قدامك كده دايما على طول قدامك. تمام، يعني تحاول تسجلهم كده دلوقتي تكتبهم قدامك بحيث ان هم يكونوا دايما في وشك كده قدامك. الطول بتقاس بالمتر على الطايم بالثانية، ده النظام الدولي. فالنظام الجوي الطول بتقاس بالايه؟ بالسنتيمتر على الثانية. طب في النظام الانجليزي الطول بتقاس بالايه؟ بالفت على مين؟ على الثانية. تمام كده؟ دي الفلوستي. تعال نخش مثلا على حاجة تانية، الاكسيريشن. الاكسيريشن اللي هي العجلة. العجلة أصلا بتساوي الفلوستي على الطاير، فلوستي على طاير. أنا هخليك تحفظها بالأسلوب ده أحسن، ماشي؟ وخلينا متفقين دايما إن السرعة بتساوي مسافة على زمن، والعجلة قول بقى إن هي بتساوي مسافة على زمن تربيع. مسافة يعني إيه؟ يعني طول على تايم سكوير. تعال كده نجيب الدايمنشن، هتقول ال على تي اس 2. احنا ما بنكتبهاش كده، بنكتبها بنفس الاسلوب ده كده، ال في البسط زي ما هي، التي اس 2 في المقام تطلع فوق تي اس سالب 2. تعال نجيب كده ثلاث انظمه. عندك النظام الدولي هيساوي متر على الثانيه تربيع، نظام جاوس سنتيمتر على الثانية تربيع، نظام الإنجليزي
فت على الثانية تربيع. تمام. تعال نخش مثلا في حاجة تانية، عندك مثلا حاجة اسمها الدينستي. الدينستي رمزها رو اللي هي الكثافة. الكثافة دي بتساوي ماس على فوليوم، كتلة على حجم. تمام. طيب الكتلة قلنا الدايمنشن بتاعها ام. طب الحجم، حجم اي حاجة عبارة عن ثلاث اطوال في بعض، ثلاث اطوال في بعض. والاريا بالمناسبة بقى، الاريا اللي هي المساحة عبارة عن طولين في بعض، يعني الفوليوم هو ال اس 3، والاريا اللي هي المساحة ال اس 2، لان يعني اي حجم عبارة عن ثلاث اطوال في بعض، يعني طول في طول في طول، يعني طول اس 3 اهو. نكتبها ازاي بقى؟ تقول ام ال اس 3 تطلع في البسط ال اس سالب 3. انت تجيب لي بعد كده مين؟ اليونتس بتاعتك، النظام الدولي، نظام جاوس، نظام الانجليزي. في النظام الدولي هتقول ايه؟ ماس اللي هي كيلو جرام، ال تكعيب اللي هو الطول، الطول كان بيتقاس ايه؟ بالمتر، يبقى متر تكعيب. طب هنا في نظام جاوس الكيلو جرام كان ايه؟ كان جرام، والمتر كان ايه؟ كان سنتيمتر اهو. طب في النظام الانجليزي الكيلو جرام كان ايه؟ كان باوند، والطول كان ايه؟ كان فت. سيادتك هكون سايب لك القصه اللي انا قلت لك عليها دي، اللي هي دي قدامك كده، تبدا تحل اهو. كيلو جرام بقى جرام بقى باوند اهو، كيلو جرام بقى جرام بقى باوند، المتر تكعيب بقى سنتيمتر تكعيب بقى في التكعيب اهو. ماشي، عشان الامور تبقى واضحه بالنسبه لك لازم تكتبها كده قدامك. بعد كده عندك حاجه تانية اللي هي الفورس مثلا، اللي هي القوه. الفورس دي بتساوي ايه؟ بتساوي الماس اللي هي الكتله في الاكسيريشن في العجله. طيب اي قانون من دول قلت لك لازم توصله في الاخر، ان هو بيحتوي على كتله وطول وزمن، مش لازم التلاته مع بعض، بس لازم يكون الحاجات دي موجوده. طيب الماس انا عارف الدايمنشن بتاعها اهو، ماس اهو بام. طب الاكسيليشن انت عارف؟ لا ما اعرفش، فلازم تحولها بالقوانين بتاعتها. احولها ازاي؟ ما انا لسه قايل لك ان الاكسيليشن بتساوي طول على زمن تربيع اللي هو التايم سكوير. تعالى كده نجيب الدايمنشن، الماس بالام واللينس بالال والتايم اس 2 في المقام، ما هي ديت على تي اس 2 اهي، تطلع فوق في البسط ام ال تي اس سالب 2. تعالى كده نجيب الايه؟ اليونتس بقى. في نظام دولي، في نظام جاوس، في نظام انجليزي. الماس بالكيلو جرام والطول بالمتر على الثانية تربيع. طب نظام جاوس الكيلو جرام بيبقى جرام، والمتر سنتيمتر على الثانية تربيع. طب النظام الانجليزي، النظام الانجليزي الكيلو جرام بتبقى ايه؟ باوند، واللينس بيبقى فت على الثانية تربيع. تمام كده. طيب وتبقى عارف معلومة برضو. تمام. طبعا انت عارف عندك اي قوه بتتقاس بالايه؟ بالنيوتن. تمام كده. النيوتن ده بالنسبه لك هو الكيلو جرام في متر على الثانيه تربيع، يعني ده هو كله على بعضه، هو النيوتن. تمام كده. في بعد كده عندك الورك، الشغل. الورك ده بتساوي الفورس اللي هي القوة في الطول. ما مش هينفع اجيب كده ايه الدايمنشن، صح؟ لازم تحول لي الفورس دي. ما الفورس دي قلنا من شوية انها بتساوي كتلة ماس في عجلة في اكسيريشن،
وقلنا الاكسليشن اللي هي بتساوي لينث على تايم تربيع، يبقى الفورس ده بتساوي كتلة في عجلة اللي هو ده. في لسه مين كمان هنا؟ في لينث. تعالى كده تجيب الدايمنشن، يبقى ام ال و ال يبقى ال اس 2 على تي اس 2، نطلعها واحنا بقى في البسط، تي اس سالب 2. ماشي. طيب فعندك النظام الدولي الانترناشنال، النظام الدولي على فكره اسمه الاس اي برضه عشان تبقوا عارفين، وده نظام جوس وده نظام انجليزي. تعال نشوف كده، ده هنا كيلو جرام في متر تربيع على الثانية تربيع. نظام جاوس هتحول بقى جرام، المتر تبقى سنتيمتر تربيع والثانية سبتة. هنا في النظام الإنجليزي، باوند، المتر بقت فت تربيع على الثانية تربيع. ماشي. طبعا انت عارف ان الشغل بيتقاس بالايه؟ بالجول. فالجول بالنسبه لك هو ده. ماشي. واللي ينطبق على الشغل الورك بينطبق على الانرجي طاقه، الاثنين حاجه واحده. في بعد كده عندك الباور القدره، قدره كده كده بتتقاس بالوات. طيب القدرة أصلا بتساوي إيه؟ بتساوي work على time. تمام كده؟ إحنا لسه قايلين إن الورك من شوية بتساوي مين؟ بتساوي قوة في عجلة، قوة في طول، force في length. أنا بفكها لك واحدة واحدة أهوت، كأنك إيه مش حافظ كل واحدة على بعضها. يبقى الورك بتساوي force في length على مين؟ على time أهي. طيب شيل الفورس ده حط مكانها كام؟ ماس في اكسيريشن، ادي ماس اهوت. الاكسيريشن قلنا بتساوي لينس على تايم سكوير. تمام. لسه ايه هنا؟ في لينس اهوت في الباست، يبقى لينس في لينس في لينس تربيع. طب في تايم في المقام، في التايم اس 2 يبقى تايم اس 3. تيجي تيجي بقى تشوف الدايمنشن بتاعها، تقول ام اللينس ال اس 2 التايم تي اس 3. تيجي تظبطها بقى كده معاك، تطلع ام ال اس 2 تي اس سالب 3. دي الايه؟ الباور بتاعتك. طيب عندك بعد كده البريشر اللي هو الضغط. البريشر ده بيساوي مين؟ بيساوي فورس على اريا، قوة على مساحة. طيب احنا لسه قايلين من شوية ان الفورس بتساوي ماس في اكسيريشن، الاكسيريشن ديت اللي هي هتساوي طول لينس على زمن تربيع. طب ما في تحت اريا، الاريا دي لسه قايل لك من شوية انها بتساوي طولين في بعض، يعني ال تربيع، يعني هنا في لينس تربيع اهو. واحدة من اللينس اللي فوق ده تروح مع واحدة من اللي تحت، دي راحت من هنا كده. فيتفضل معاك ام فوق واللينس بال والتايم اس 2 بتي اس 2، يعني هتقعد في الاخر ام ال باور سالب 1 تي باور سالب 2. طيب النظام الدولي اللي هو الاس اي، وفي عندك نظام جاوس، وفي عندك نظام اللي هو انجليزي. نظام الاس اي الماس بالكيلوغرام على الطول بالمتر. ماشي. وديت ثانيه تربيع. طب في نظام جاوس الكيلوغرام هتبقى جرام والمتر هيبقى سنتيمتر في الثانيه تربيع. طب في النظام الانجليزي الكيلوغرام بيبقى ايه؟ باوند، والمتر بيبقى فت في الثانية تربيع. وبرضه تبقى عارف إن البريشر بتقاس في النظام الدولي أصلا بالباسكال، يعني ده كله على بعضه هو الباسكال.
ماشي. وبرضه النظام الانجليزي دوت عدوها كله على بعضه بالمناسبه، برضه اسمه بي اس اي، تمام كده. هنا طبعا في سؤال هنا مثلا نبدأ نحل بعض المسائل كده ماشي. مديك علاقة هنا، بقول لك الـ A بتساوي CT بلس DT أس 2. بسألك هنا بقول لك عاوز اليونتس بتاعة الـ C والـ D، هوير A acceleration، الـ A ديات العجلة والـ T الطيب. طيب احنا عندنا حاجة هنا بقول لك ايه، بقول لك انت عشان يعني تجمع حاجة مع حاجة وتطلع حاجة لازم يكونوا نفس اليونتس، تمام كده. طيب انت قلنا من شوية ان العجلة بتساوي طول على زمن تربيع، طول على زمن تربيع يعني متر على ثانية تربيع، بتساوي السي دي انا معرفهاش صح كده، في التايم اللي هو الثانية زائد الدي معرفهاش في التايم اللي هو ثانية تربيع. فبالتالي انت عايز تحط حاجة هنا تختصرها مع الثانية دي تطلع معاك برضو متر على الثانية تربيع، اهو متر على الثانية تربيع اهيت، وهنا في ثانية، ايه اللي يتحط هنا عشان تطلع معاك متر على الثانية تربيع؟ احط متر على الثانية اس 3، عشان اختصر واحدة من فوق مع واحدة من تحت تفضل لك كام؟ متر على ثانية تربيع زائد دي ثانية تربيع. فعايز احط هنا كام؟ متر على ثانية أس 4 صح ولا غلط؟ عشان تختصر. فهنا اصبح اليونتس بتاعت السي هي مين؟ متر على الثانية تكعيب، واليونتس بتاعت الدي متر على الثانية أس كام؟ أس 4، بحيث إنك لو اختصرت اس أس 2 مع اس أس 4 يتفضل لك في المقام اس أس 2 تبقى زي دي، وشلت اس مع اس أس 3 يتفضل لك في المقام اس أس 2 تطلع زي دي. أو بطريقة تانية ممكن تاخد الحاجة اللي هنا ديت ماشي تضربها في المقام هنا، يعني لما تاخد الاس تضربه في اس أس 2 تطلع كام؟ متر على اس أس 3 اللي هو ده، ولما تاخد اس أس 2 تضربها في المقام ده تطلع اس اس 2 في اس اس 2 باس اس 4 اللي هو ده، تمام كده. طيب طب لو كان طلب منك في السؤال ده كان عايز الدايمنشن، كنت ساعتها تقول ال على ام على ال على تي اس 3، ال على تي اس 3 يعني ال تي اس سالب 3، وهنا ال على تي اس 4 يعني ال تي اس سالب 4، عشان احنا بنطلع المقام في البسط بعكس اشارة مين؟ الأس، تمام كده؟ طيب في سؤال تاني بيقول لك هنا إذا كانت الـ E equal B C square هوير E dimension، الدايمنشن بتاع الـ E مديهولك قال لك بيساوي L على M، اند الدايمنشن بتاع السي قال لك بيساوي ال على تي، هو عاوز الدايمنشن بتاع البي، احل دي ازاي؟ اول حاجة عندك موضوع بسيط خالص، هتقول البي دي اللي انت عاوزها صح، حط لي الدايمنشن بتاع الاي والسي كده، الاي اللي هي بتساوي كام؟ او ممكن تاخد البي في جنب لوحده كده فتقول البي بتساوي البعيد او قريب، فتقول البي بتساوي اي على سي اس 2، وممكن تكتبها كده اي على سي اس 2 عشان هنا في مقامات، مقام وبسط ومقام، وهنا في بسط ومقام ما تتلخبطش، فتقول اي اللي هي بتساوي مين؟ ال على ام على السي ال على تي، تبقى سي اس 2 اربع ده وده يبقى ال اس 2 على تي اس 2 هتساوي ال على ام، العلى دي اخليها في واقلب اللي بعده، يعني لما يكون عندك علامه على وعايز تخليها في اقلب اللي بعده، بدل ما هي ال اس 2 على تي اس 2 تبقى كام؟ T
تي أس 2 على ال أس 2. إيه اللي هيحصل ساعتها؟ هتلاقي واحدة من ال راحت مع واحدة من ال تحت، إيه اللي اتفضل معاك هنا؟ هيتفضل لك فوق في البسط تي أس 2، ويتفضل لك في المقام ام في ال. هو ده الدايمنشن بتاع مين؟ بتاع البي. تمام كده؟ طيب بعد كده السؤال بعد كده بقول لك ايه؟ بقول لك الانرجي اللي هي الاي، قال لك ايكوال اي تي بلس بي تي سكوير. بقول لك عاوز الدايمنشن بتاع الاي والبي، الاي ومين والبي. احنا لسه قايلين من شويه الانرجي بتيجي ازاي، صح؟ الانرجي اللي هي كانت الورك اللي هي الشغل، مش هنقولها بقى تاني، احنا هنطلعها زي ما احنا كنا مطلعينها من شويه. هي كانت طالعه ايه من شويه اصلا؟ كانت الانرجي دي طالعه ام ال تربيع على تي اس 2. تمام كده، تعال نحطها كده بقى هنا، يبقى ام ال اس 2 على تي اس 2، الاي ديت اللي انت عاوزها في الدايمنشن بتاع تي بتي، بلس البي ده الدايمنشن اللي انت عاوزه في التي اس 2. طبعا عايز تشتغل بالطريقه اللي انا قلت لك عليها من شويه، تاخد ده تضربه في المقام هنا يطلع معاك الاي، وتاخد ده تضربه في المقام هنا يطلع معاك الايه البي. تمام، يعني لو خدت التي هنا ضربتها في تي اس 2 تطلع معاك كام في المقام؟ تي اس 3. يبقى الدايمنشن ده هو بيطلع معاك ام ال اس 2 على تي اس 3، اللي هتبقى في الاخر ام ال اس 2 تي اس 3 تطلع فوق في البسط تي اس سالب 3، بتحطها ما بين قوسين كده. طب لو خدت تي اس 2 دي ضربتها في تي اس 2 دي تطلع تي اس 4، يبقى تطلع معاك ام ال اس 2 على تي اس 4، تطلع تي اس 4 بعكس الاشاره يبقى ام ال اس 2 تي اس سالب 4. تمام كده؟ في عندك سؤال تاني؟ تمام؟ بيسألك بيقول لك the expression اللي هو ال V، العلاقة دي equal نص AT square. بيقول لك is dimension العلاقة دي correct، صح ولا غلط؟ عشان تعرف ان كان علاقة صح ولا غلط تجيب الدايمنشن بتاع الطرفين، لو طلعوا زي بعض يبقى العلاقة دي صح، ما طلعوش زي بعض يبقى العلاقة دي غلط. تمام؟ طيب هنعمل ايه هنا؟ هنشوف اهو، هنجيب الدايمنشن بتاع الفلوستي اللي هي الفي. احنا قلنا الفلوستي بتساوي طول اللي هو ال على زمن اللي هو تي، يعني تطلع معاك ال تي اس سالب 1، لان المقام بيطلع فوق في البسط بعكس اشاره الاس. طب نص اي تي اس 2، الارقام ملهاش دايمنشن فكانها مش موجوده. طب العجله، العجله قلنا ان هي بتساوي طول على زمن اس 2. طب والتي تربيع ديت بتي اس 2، دي تروح مع دي، ايه اللي يتفضل لك هنا عندك؟ يتفضل لك ال بس. هل الطرفين دول زي بعض؟ لا، يبقى ساعتها العلاقه ديت نو كوركت، هي دي اللي انا هختارها معايا. تمام كده؟ طيب افرض انت عندك مثلا حاجه بتساوي حاجه زائد حاجه، وبسالك برضه بقول لك العلاقه ديت صح ولا غلط، هل الدايمنشن بتاع ده لوحده وده لوحده وده لوحده لازم يطلعوا زي بعض. تمام كده؟ طيب في سؤال تاني مثلا على نفس الموضوع زي ده، بقول لك ذا بريشر ات ذا بوينت، الضغط ات ذا بوينت قال لك بيساوي رو في جي، وبيسالك بقول لك العلاقه ديت كوركت ولا نو كوركت، صح ولا غلط. هنعمل نفس الموضوع من اللي احنا عملناه دلوقتي، هنجيب البريشر، البريشر كان بيساوي ايه؟ قوه اللي هي فورس على اريا، صح كده؟ والفورس ده كان بيساوي ماس في اكسيريشن، ماس اللي هي كانت ام، والاكسيريشن اللي هي العجله كانت بتساوي طول على زمن سكوير، والمساحه قلنا بتساوي طول اس 2، واحده من فوق تروح واحده من تحت. يتفضل لك هنا
ام في البسط ال في المقام، تطلع فوق في البسط ال اس سالب 1، وهنا تي اس سالب 2. ده اللي طلع معايا هنا. بعد كده عندك رو في جي، رو في جي، ورو اللي هي الكثافة اللي احنا قلنا بتساوي من شوية كتلة على حجم، كتلة اللي هي ام، الفوليوم اللي هو الحجم ال تكعيب، الجي اللي هي عجلة، بس دي عجلة الجاذبية. هي في اليونتس والدايمنشن حاجة واحدة، يعني الاي اكسيريشن او جي جرافيتي اكسيريشن اللي هي عجلة الجاذبية، الاتنين حاجة واحدة ماشي. برضو كانت بتساوي مين؟ طول على زمن تربيع، واحدة من فوق من الطول يروح مع واحدة من تحت، تفضل لك ال تربيع. تيجي تحسبها كده تقول ام في البسط اهي، ال تربيع في المقام تطلع في البسط ال اس سالب 2، طب تي اس 2 في المقام تطلع تي اس سالب 2. هل ده هو ده؟ لا طبعا، دي الاختلاف في ان ديت ال اس سالب 1 وديت ال اس سالب 2 ماشي. هو المفروض الضغط اصلا بيساوي رو جي اتش، فاللي هيبقى ناقص الاتش ده هي اللي هو الارتفاع عندك ماشي، اللي هو ابو الطول يعني. طيب عندك بقى امثله تانية اللي هو ايه، يطلب منك ريليشن علاقه ماشي. فالسؤال بيجي ازاي؟ السؤال عندك يقول لك انا عاوز ايه، بيقول لك سنترفيوجال فورس القوه اف، بيقول لك موفينج يونيفورم ات ان ا سيركل، بتدور حوالين دايره، حوالين دائره، ديبند اون، تعتمد على الفرص دي، تعتمد على، يبقى تحط علامه كده. يقول لك ديبند اون او تيرم اوف، قال لك اول حاجه الفيلوسيتي اللي هي الفي، قال لك ريدياس اللي هو نص القطر تمام، وبعد كده قال لك هنا ايه، والماس والكتله. يبقى انت عندك سرعه اللي هي فيلوسيتي، ريدياس اللي هو نص القطر، ماس اللي هي الكتله. بقول لك عاوز هنا ايه، بقول لك عاوز ريليشن علاقه، اعمل ايه هنا؟ اول حاجه هتقول الفورس دي، قال لك ديبند على مين، تعتمد على ثلاث حاجات، الماس والفيلوسيتي والريديوس، هما الثلاث حاجات دول. اول خطوه بتعمل ايه، بتشيل العلامه دي تحط مكانها ثلاث حاجات، دي علامه التناسب، بشيل احط مكانها ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ يساوي وثابت واسس، بص اسمه ايه، وبي وسي. وبعد كده تبدا تعمل ايه، تجيب بقى الدايمنشن بتاعتهم كلها. طبعا مش هنقعد بقى نجيب اللي نحسب الحاجات ديت، احنا لسه حاسبينها كذا مره من دلوقتي من شويه. فالفورس دي احنا كنا قلنا من شويه ان هي بتساوي ام ال تي اس سالب 2 تمام. هترجع للفيديو ورا هتلاقي الكلام ده انا كنت لسه جايبه من شويه، هتقول بيساوي الكي ده ثابت مالكش دعوه بيه، الماس بام اس اي، الفي اللي هي السرعه، السرعه كانت بتساوي مين، ال تي اس سالب 1، كل ده لكل اس كام، اس بي. نص القطر، نص القطر مثلا الدايره، نص القطر مثلا يقول لك ايه، 5 متر، 3 متر، نص متر، متر ده يعني ايه، يعني طول، فالراديوس ده معناه طول، يبقى ال اس سي. ده مفيش فيه حاجه تتفك، هنقول ام اس اي زي ما هي، ده هنوزع الاس عليه تبقى ال اس كام، اس بي تي، ده طبعا هنقول ال اس بي تي اس سالب بي، بتوزع الاس على ده، وهنا عندك ال اس سي، هنسيب ده زي ما هي اهيت ام اس اي، وهنا في ال وهنا في ال، عند الضرب تجمع الاسس يبقى بي زائد سي، يبقى ال اس بي زائد سي، والتي ديت تي اس سالب بي، وهنا عندك زي ما هي ام ال تي اس سالب 2. طيب كده خليت ام و ال و تي هما لوحدهم، وهي ديت ام و ال تي لوحدهم تمام. بعد كده بتساوي الاس بتاع الاي، بتاع الام بتاع الام، والاس بتاع ال بتاع ال، والاس بتاع التي بتاع التي تمام. فهنا ديت تعتبر ام اس كام، هنا اس 1،
يبقى الاي كده بتساوي كام؟ واحد. طيب هنا بي زائد سي هتساوي كام؟ واحد. يبقى البي زائد سي بتساوي واحد. طب تي اس سالب بي، يبقى سالب بي بتساوي كام؟ سالب اتنين، يعني سالب بي اهيت بتساوي سالب اتنين. شيل السالب مع السالب يعني البي بتساوي كام؟ اتنين. خد الاتنين دي اتعوض بقى هنا عشان تجيب بقى قيمة السي، يبقى واحد ودي الاتنين الجنب التاني سالب اتنين، واحد ناقص اتنين يعني سالب واحد، تطلع السي عندك بكام؟ بسالب واحد. تمام كده؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ شفت الاي والبي والسي دومت؟ هتشيلهم وتحط مكانهم القيم بتاعتهم، الاي والبي والسي دول، يعني هتشيل دي كده الاي تحط مكانها واحد، والبي تحط مكانها اتنين، والسي تحط مكانها كام؟ سالب واحد. تعالى نكتبها كده اهو. يبقى الاف هتساوي تي ام اس واحد، الواحد ما بيتكتبش مش مهم، في اس بي، البي كانت باتنين والسي كانت بسالب واحد. ممكن نكتبها برضو نوصلها للصيغه دي، كي ام في اس اتنين ار اس سالب واحد، دي ممكن تنزلها في المقام ار اس كام؟ اس موجب واحد. على اساس ان انا قلت لك مش انا اقول لك من شويه اي حاجه تطلع فوق في البسط بعكس اشاره الاس، ما ممكن برضو تنزل من فوق لتحت بعكس اشاره الاس، يعني هنا سالب واحد تنزل واحد. تمام. في عندك برضو ايه مسألة تانية من النوع ده كده، ماشي، بقول لك إذا كانت تايم التي، وقال لك تيرم أوف، إن تيرم أوف بتعتمد على أو ديبند أون اللينس، الماس اللينس اللي هو الطول قصدي، والماس اللي هي الكتلة، والأكسيريشن جرافيتي اللي هي الجي العجلة. هنبدأ نحل نفس الخطوات بالظبط، هنشيل العلامة دي نحط مكانها تلات حاجات أهو، يساوي وثابت وأسس اللي هي الإي والبي والسي. وتعال نعمل كده بالدايمنشن، طبعا التايم ده اللي هو التي مفيش فيه مشكلة، الكي ده قلنا كونستانت ثابت والثابت ملوش دايمنشن، يبقى ال أس إي، الماس بإم أس بي، العجلة قلنا بتساوي إيه؟ طول على زمن تربيع، يبقى ال على تي اس 2 يعني ال تي اس سالب 2، كل ده طبعا كله اس كام؟ اس سي. نختصر كده، التي زي ما هي، ال اس اي، ام اس بي، وزع الاس ده على الحاجه اللي جوه القوس ده تبقى ال اس سي تي اس سالب 2 سي. وبعدين اجمع ال ال مع ال ال والام مع الام والتي مع التي، هو مفيش الا ام واحده، سيبها زي ما هي. هنا في ال وهنا في ال، لما بنيجي نضرب بنجمع الاسس يبقى اي زائد سي، وهنا تي اس سالب 2 سي. وصلت ان هي بقت ام وال وتي؟ نبدا نحل، هنساوي الاس بتاع الام بتاع الام، والال بالال والتي بالتي. طيب ده عندك هنا في مشكله، ايه هي؟ مفيش ام ولا ال، يبقى في الحاله دي تساوي الاس بصفر، يعني هنا في ام هي اس بي، هتيجي تشوف هنا مفيش ام اصلا، يبقى ساوي الاس بتاعها بصفر، تطلع بي بتساوي صفر. طب هنا اي زائد سي مفيش ال، برضه ساوي بصفر. طب هنا سالب 2 سي هتساوي كام؟ هنا في تي بقى اس 1، يبقى سالب 2 سي بتساوي 1، يعني السي ديت لوحدها بتساوي البعيد القريب، تطلع معاك 1 على سالب 2 يعني سالب نص. هتاخد انت السي دهيت تعوض بقى فين؟ هنا احط الشيل واحط مكانها سالب نص، تروح الجنب التاني موجب كام؟ موجب نص. كده طلعت ال A وال B ومين؟ وال C. هتاخد ال A وال B وال C دول تعوض فيهم فين؟ فوق هنا مكان ال A وال B وال C، مكان ال A وال B وال C، ال A بنص وال B بصفر وال C بكام؟ بسالب نص. تعال نعوض كده، يبقى ال T بتساوي كي ال اس نص اللي هي كانت ال A، ام اس صفر اللي هي كانت ال B، جي اس سالب نص اللي هي كانت ال C. طيب معروف ان اي حاجه اس صفر بكام؟ بواحد، فممكن تشيل ده خالص، يتفضل معاك تي بتساوي كي ال اس نص جي اس سالب نص، مش ممكن تنزل في المقام تحت جي اس نص؟ طبعا هي كده خلصت، بس حابب نختصرها،
نص ده معناه جذر، النص معناه ايه؟ معناه جذر. فممكن تكتبها كده تي بتساوي كي، النص ده شيله وحط مكانه جذر اهو جذر ال، والجي ده شيله وحط مكانه جذر جي. طب ما هو جذر على جذر ممكن نجمعهم تحت جذر واحد. كل دي اختصارات بالنسبه لنا، تمام. ال اس نص اهيت، جي اس سالب نص تنزل في المقام تحت جي اس نص بعكس الاشاره. النص والنص معناه جذر، وانت ممكن تجمع الاتنين تحت جذر واحد، تمام. طيب عندنا مثال تاني، تمام. ممكن نحل في الورقة هنا أحسن عشان تبقى أكبر شوية. هنا بقول لك إذا كان البريشر اللي هو الضغط، قال لك ديبند أون بيعتمد على هنشوف اهوت ثانية واحدة. قال لك أول حاجة حاجة اسمها سبيسيفيك ويت اللي هي الجاما، هنشوف دلوقتي. وكاتب لك جنبها إن الجاما دي بتساوي روف جي، دي معناها سبيسيفيك، هو مديهالي كده سبيسيفيك ويت اللي هو الوزن النوعي، الوزن النوعي. وقال لك بعد كده في حاجة اسمها الكيو اللي هو فلوريت، الكيو ديت معناها فلوريت، معدل التدفق، ومديك جنبها ان هي الوحدة بتاعتها متر مكعب على الثانية. وقال لك اند ذا هيد، هيد اللي هو الارتفاع بتاعك اللي هو الاتش طول يعني، تمام. عايزين نجيب علاقة ما بينهم، هنجيب علاقة ما بينهم ازاي؟ طبعا احنا لسه قايلين الباور من شوية، صح؟ فخلاص دي مش هنقولها تاني، عايز ترجع تاني ارجع للفيديو هتلاقيها موجودة. طبعا قبل أي حاجة العلامة دي بنشيلها ونحط مكانها تلات حاجات، يساوي وثابت وإيه؟ وأسس. A B C. طيب الدايمنشن بتاع الباور ماشي، ده اسمه باور. هنا قال لك ده بيساوي مين؟ ام ال تربيع تي اس سالب 3، ده كان ايه الباور بالنسبه لك. طيب إيه عايزين نحل بعد كده بقى ايه؟ نشوف بقيه الحاجه دي، الجامه دي، الجامه دي انا ما قلتهاش من شويه صح؟ طب تعال نجيبها كده نشوف هتبقى بتساوي ايه في جنب كده. الجامة دي بتساوي رو في جي صح؟ الجامة دي بتساوي مين؟ رو في جي. تعال نشوف اهو، الجامة بتساوي رو في جي، رو اللي هي الايه؟ الدنسيتي، الكثافة. ما الكثافة بتساوي كتلة على حجم اللي هو قلة تكعيب، فوليوم يعني. والعجلة قلنا بتساوي لينس طول على تايم تربيع، على زمن تربيع، واحدة من فوق تروح واحدة من تحت. يتفضل لك ام في البسط وتحت في المقام ال اس 2 وتي اس 2، يعني اكتبها كده ام طلع دول في البسط فوق ال اس سالب 2 تي اس سالب 2، ديت الدايمنشن بتاع الجام، ام ال اس سالب 2 تي اس سالب 2، تمام كده. طيب هناخدها ونكتبها هنا، اه ام ال اس سالب 2 تي اس سالب 2، كل ده الكل اس كام؟ اس اي. الفاي ده هي الفاي دي معناها متر مكعب على الثانيه، متر مكعب على ثانيه. يعني ايه متر مكعب على ثانيه؟ ما هو المتر ده اللي هو طول، يعني طول اس 3، والثانيه اللي هي مين؟ تايم زمن. يعني دي تبقى معاك هنا كام؟ ال اس 3 تي اس سالب 1 الكل اس بي. الاتش ده اللي هو الارتفاع بتاعك، الارتفاع بالطول اس سي. ويبدا فكي لي بقى الايه الليله دي كلها. طيب افكها ازاي؟ هتقول ده بيساوي
اما هي زي ما هي ال اس 2 تي اس سالب 3. وزع بقى الايه الاس ده على الكلام ده، تطلع معاك ام اس ايه ال اس سالب 2 ايه تي اس سالب 2 ايه. يعني بحط هنا الايه والايه والايه كده، هنا ال اس 3 بي تي اس سالب بي، وبقى كده عندك ال اس سي. وجمع بقى ايه الامات مع بعض والالات مع بعض والتهات مع بعض، ده في جنب لوحده ملناش دعوه بيه. وهنا بقى جمع الليله دي، مفيش الا ام واحده خلاص اهي، يبقى ام اس ايه. عندك كام ال؟ ادا واحد ادا اتنين ادا تلاته، يبقى عند الضرب بنجمع الاسس، يبقى اجمع الاسس بتاعتهم، سالب اتنين ايه دي خلاص، تلاته بي دي خلاص، والسي اهي. طب عندك كام تي؟ عندك اتنين سالب اتنين ايه زائد سالب بي عند سالب بي دي خلاص كده، وتساوي الاس بتاع الام بتاع الام والال بتاع ال والتي بتاع التي. تمام. فهنا طول ايه بتساوي كام؟ واحد، يبقى الايه بتساوي واحد. هنا هتقول سالب اتنين ايه زائد تلاتة بي زائد سي هتساوي اتنين، سالب اتنين ايه زائد تلاتة بي زائد سي هتساوي كام؟ اتنين اللي هي دي. تمام كده. طيب انت عندك الايه بكام هنا؟ بواحد، يبقى سالب اتنين في واحد بكام هنا؟ بسالب اتنين. تروح الجنب التاني موجب اتنين مع دي، يعني اتنين واتنين كام؟ اربعة. تطلع معاك تلاتة بي زائد سي بتساوي اربعة، دي العلاقة اللي انا جبتها التانية. لسه التي بقى سالب اتنين ايه ناقص بي هتساوي كام؟ سالب تلاتة، يبقى سالب اتنين ايه ناقص بي بتساوي سالب تلاتة. عوض له بقيمة الايه هنا بواحد، سالب اتنين في واحد بسالب اتنين طبعا خلاص، يبقى سالب تلاتة، ودي تروح الجنب التاني موجب اتنين، يبقى سالب تلاتة واتنين سالب واحد، يبقى سالب بي بيساوي سالب واحد، السالب يروح مع السالب، يبقى البي بتساوي كام في الآخر؟ بتساوي واحد. تمام؟ يبقى أنا كده جبت البي بتساوي واحد، حط البي عوض بقى هنا، تلاتة في واحد بتلاتة، أربعة، وأدي دي الجنب التاني بقى، أربعة ناقص تلاتة بواحد، يبقى تطلع السي هي كمان بكام؟ بواحد. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الاي والبي والسي طلعوا كلهم بكام؟ بواحد. هتاخد الاي تعوض هنا كده بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد، ما بيتكتبوش اصلا الوحيد، فتقول البي ساعتها بتساوي كي في جاما في كيو في اتش. تمام. ده نوع من انواع المسائل برضو اللي موجوده. طيب في بعد كده بقى ايه نوع تاني كده اللي هو بتاع الايه الوحدات تفضل تحول ما بينها وبين بعضها. هو بيديك علاقه، بيقول لك ايه بيقول لك عشان تحول من نيوتن على متر تربيع، نيوتن على متر تربيع ده اللي هو الباسكال، عشان تحول من ده للبي اس اي ده وحدات ضغط، قال لك اضرب في واحد علامة أربعة خمسة في عشرة أس أربعة. وهيجي يسألك سؤال دلوقتي، تمام؟ السؤال بيقول لك إيه؟ بيقول لك 10 كيلو باسكال بتساوي كام بي إس أي؟ هتعمل إيه بقى هنا؟ الكيلو ده معناه 10 أس 3، الوحدة اللي هو مديلك هو مديلك بالباسكال بس مش كيلو باسكال، فلازم تحول الوحدة دي للباسكال. طيب ازاي بقى؟ الكيلو معناه 10 أس 3، في العشرة دي تبقى 10 أس كام؟ أس 4. يبقى انت دلوقتي عايز تحول 10 أس 4 باسكال بتساوي قد ايه؟ بي اس ار. العلاقة موجودة اهي، كل واحد باسكال اللي هو نيوتن على متر تربيع، كل واحد باسكال عشان تحوله للبي اس اي قال لك بيساوي الرقم ده.
يعني كل واحد باسكال بيساوي الرقم ده بي اس اي. انت عايز تحول كام؟ 10 اس 4 باسكال. قال لك بقى بيساوي قد ايه هنا؟ ده اللي انت عاوزه صح؟ اعمل 30 في وسطين، يبقى ده في ده على ده، يعني 10 اس 4 في الكلام ده على 1. تيجي تحسبها تطلع معاك 1 على 4 5، لأن 10 اس 4 تروح مع 10 اس 4. تمام؟ طيب قال لك عشان تحول من متر لإنش، قال لك اضرب في 39 و37 من 100. طب اسألك هنا، بقول لك 4 متر تربيع بتساوي كام انش تربيع؟ هنشوف اهو، كل 1 متر بيساوي الرقم ده انش، يعني كل 1 متر اهوت بيساوي الرقم ده. بس انت عاوز كام هنا؟ عاوز 4 متر تربيع. فايه اللي يحصل؟ لازم تربع لي ده وده وده عشان يبقى متر تربيع زي متر تربيع. ده بقى في الحالة دي بيساوي قد ايه انش تربيع؟ اقدر احسبها طرفين في وسطين، 4 في الرقم ده اس 2، ده في ده على 1. تحسبها تطلع معاك 6200 انش تربيع. طيب سؤال تاني، قال لك ان كل 1 جول بيساوي الرقم ده 9 على 4 7 8 في 10 أس 4 بي تي يو. تمام؟ طبعا البي تي يو ديت عشان تبقى بالمعلومة برضو، ديت الوحدة بتاعت قياس الانرجي، الطاقة في النظام الانجليزي. احفظها عندك كده، وحدة قياس الطاقة اللي هي الانرجي في النظام الانجليزي. طيب هنحل دي ازاي؟ نفس الكلام، هو عاوز بقى هنا نشوف اهوت، وكان طلب ايه؟ بيقول لك عايز يحسب 10 كيلو جول قد ايه؟ 10 كيلو جول بيساوي قد ايه؟ بي تي يو. لازم تحول الكيلو ده تضربه في 10 اس 3، في 10 دي تبقى 10 اس 4 جول، ساعتها بتساوي قد ايه؟ بي تي يو. تمام، ده المطلوب منك، انت عندك العلاقة اهي صح كده، 1 جول بتساوي الكلام ده، يبقى 10 اس 4 جول هتساوي قد ايه؟ هتقول ده في ده على 1. تمام كده، تيجي تحسبها تطلع معاك 9 على 4 7 8. مظبوط. طيب ممكن على فكرة مش دايما بتضرب ده في ده، ممكن يعكسها مثلا. بمعنى ايه؟ مثلا انا قلت لك من شوية مثلا ان كل 1 جول بيساوي كام؟ 9 على 4 7 8 في 10 أس 4 بي تي يو. هو ممكن يجي يقول لك مثلا ايه 20 بي تي يو مثلا، مثلا بتساوي قد ايه جول؟ فساعتها تضرب ده في ده بقى، 1 في 20 على ده. طبعا بتضرب الرقمين اللي قصاد بعض، يعني الرقمين اللي موجودين ده في ده على ده. في اللي فاتت كان الرقم ده كان هنا، كنت ضربه في ده على ده. بعد كده برضو مديك علاقة بين السيليزيوس والفرنهايت، بيقول لك السيليزيوس بيساوي فرنهايت ناقص 32 في 5 على 9، ده علاقة بين السيليزيوس والفرنهايت. بيقول لك 100 سيليزيوس بتساوي قد ايه فرنهايت؟ 100 سيليزيوس بتساوي قد ايه فرنهايت؟ هتاخد ال 100 سيليزيوس تحول بقى، تعوض بقى هنا، يبقى 100 بتساوي فرنهايت ناقص 32 في 5 على 9. طبعا انت عايز تخلص من 5 على 9 دي، تضرب الطرفين في مقلوبها، يعني تضرب هنا في 9 على 5 تروح مع دي، تضرب هنا في 9 على 5، فتقول 9 على 5 في 100 تطلع معاك ب 180، هتساوي فرنهايت ناقص 32. هتودي سالب 32 الجنب التاني موجب كام؟ 32. ودي سالب 32 الجنب التاني موجب 32. تمام، وتحسبها شوف تطلع معاك بكام فرنهايت. تطلع معاك حوالي 212، تطلع معاك 212.
تمام، يعني كده معنى كده ان 100 سيليزياس هي هيها 212 فهرنهايت. تمام كده. في بعض التحويلات كده ممكن تكون انت بقى حافظها، مثلا زي مثلا ايه، عشان تحول مثلا من ملي لمتر تضرب في 10 وسالب كام؟ 3. يبقى الملي 10 وسالب 3. في حاجة اسمها الميكرو، دي معناها 10 وسالب 6. في حاجة اسمها النانو، دي معناها 10 أس سالب 9. في حاجة اسمها البيكو، دي 10 أس سالب 12. تمام. في بعد كده الكيلو، ده 10 أس 3. تمام. في عندك الميجا، 10 أس كام؟ أس 9. تمام كده. أسف، ده 10 أس 6. ماشي. يعني بعض التحويلات اللي هتقابلها بعد كده، مثلا في السنتي مثلا 10 وسالب 2. تمام.